أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يوم القيامة.
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة وتوفنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها حسن الثواب.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات
وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا الأنهار خالدين فيها نزلا من عند وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا واتقوا الله
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا أرأيت الأرض في دورانها كيف تماسكت بكل ثابت وثابت، أرأيت النجوم كيف علقت بكل نجم ساكت، أرأيت نفسك نائما وقد أخذت بك الأحلام مذاهب، أرأيت النمل حينما يختزن طعامه دون كاذب أو حاسب، أرأيت النحل حينما يكتشف في رحيقه الشفاء والمآرب. إذا رأيت ذلك كله فاخشع وكل نجاة لهارب، أنت ربي ورب المشارق والمغارب. شاكرا لهذا العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حسين الدمرداش قرية مرية مصر العربية والمقيم بالبيوم مركز الزغازيق بمحافظة الشرقية، وبذلك عم رأسية موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر المحافظات من تقر له الإذاعات الخارجية تحت إدارة الحاج عطية أبو دنا وأولاده والمقيم بشيبة مركز الزغازيق. بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى إدارة أبو سامي والمقيم بشدارة الميمونة، كما قام بخدمات الفندقية وأعمال البوفيه المميزة بوفيه أبو إسلام والمقيم بالبيوم، كما قام بتصوير هذه الليلة القرآنية وبثها عبر شبكات الانترنت، وهي للمميز دائما المهندس احمد الجعبري والمقيم بتنظيف مركز ميد غمر بمحافظة الدفعية. هي السادة، شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدوام.